السلام عليكم غزالات، نتمنى تكونوا على خير وبخير ان شاء الله. هما ناقصكم حتى شي خير، وانتم ما كتشوفوا في هذا الفيديو هذا اللي مغاير على اوريفلام وخارج على اطار اوريفلام، وانما فيه الاواني التركيه لعشاق التاويل والاواني. يعني كل شيء قال عيالات ما شاء الله كيبغيو المواعن، كيبغيو يبدلوا المعند ديالهم، كيبغيو يشوفوا يعني دارهم دائما في واحد الحله جديده. غادي نخلي لكم اسفل الفيديو اولا في اول كومونتير التعليق اولا اللينك اللي غادي تدخلوا فيه الجروب، مرحبا بكم. وكما قلت لكم ان شاء الله اي حاجه جديده غادي تحط في الجروب وغادي يكون ان شاء الله غير خير. غادي نخليكم تبعوا الفيديو وفرجه ممتعه، واللي بغات شي حاجه مرحبا بها. كاين كما قلت لكم غنخلي لكم اسفل الفيديو اللينك والتوصيل لجميع المدن الايطاليه. الله يسخر لكم الامور. خليك لي يا غزالي ونطير معك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا غزالي ونطير معك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وانا عشيري هلا معايا في وقت الشدة عليا، يستاهل كل الهدايا اللي في الكون. أفهمني حاسس بيا، عرفني تايه فيا، ولو ضفتي خاف عليا وبلوم شطور. وانا وانا خليك لي يا غزالي ونطير معك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. خليك لي يا غزالي ونطير معك في ليالي، ما تخلي الوقت يسالي يا حبيب الروح. وانا وانا وملاك فين عشتني في رزانة، كيف تقلب لحنانة عشيري هلا معايا في وقت الشدة عليا، يستاهل كل الهدايا اللي في الكون. أفهم